لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير وفقرتنا الحوارية المهمة جدا النهاردة دي. يمكن كل الجماهير خلاص مترقبة بقى عودة المارد الأحمر مرة أخرى للمباريات. البداية تكون إن شاء الله أمام المريخ السوداني في مواجهة إفريقية عربية إفريقية محترمة جدا. مواجهة بالرغم من أنها خارج أرضك صحيح، لكن بالنسبة لأبناء مستر موسيماني الفوز بالنسبة لها مهم جدا علشان تتصدر المجموعة الإفريقية وتواصل استمرارك لمسلسل الانتصارات الأفريقي. أكيد في غيابات أولهم حمدي فتحي، يعني حمدي فتحي يمكن حظه مش حلو شوية، علي معلول، لكن كل ثقة في باقي اللعيبة. ملفات مهمة جدا عن فريق النادي الأهلي هنناقشها النهاردة مع واحد من نجوم النادي الأهلي، هو الكابتن القدير فتحي نصير. ازيك يا كابتن؟ ازي صحتك؟ اخبارك ايه؟ كابتن هاني نورنا. كابتن نور يا كابتن، بتشرفنا دايما بالبيت الكبير. وعايز اقول لحضرتك يعني هنمسك ملف طبعا الاهلي والمريخ، يمكن شويه حاجات من منظور مختلف. حضرتك دايما بتطلع يعني افكار مختلفه اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا. فالمباراه حضرتك شايفها من المنظور الفني ازاي؟ وخاصه ان في جزئيه هكلم حضرتك فيها، جزئيه ان موسيماني يمكن في الفترات اللي فاتت الكابتن كان ما كانش بيعتمد على التدريبات بس التكتيكيه، كان دايما بيعتمد على التراي ماتش، بيعمل دايما مباريات، بيعمل تقسيمات. من خلال التقرير شفنا انه عامل تقريبا اكتر من 3-4 مباريات وديه، الفريق الاول مع فريق الشباب. هل ده تحسبا او خوفا موسيماني ان عوده اللعيبه الدوليه تكون مجهده شويه، يكون عندها نوع من انواع الارهاق، فدايما بيحضر اللعيب الجاهز؟ يعني ممكن نشوف عناصر جديده لو نطمننا على المباراه او النتيجه، نشوف عنصر او اتنين من اللعيبه اللي كانت غايبه بقى لها فترات طويله. شوف يا كابتن هاني، هو اولا بالنسبه للجزئيه الاخيره اللي انت تفضلت وقلتها دلوقتي، الفرقه اللي كانت في المنتخب، يعني لعيبه كتير كانوا في المنتخب الاولمبي ولاعيبه كانوا في المنتخب الاول، كانوا بيعملوا ايه؟ بيلعبوا مباريات. بقيه اللعيبه اللي عنده لازم يديهم الاعداد بتاعهم بحيث يبقى زي اللعيبه اللي جايين من المنتخب، فكان بيعمل لهم المباريات. ده السبب ان هو كان بيعمل مباريات على اساس يبقى الاعداد ماشي كل مجموعه اللعيبه في مستوى واحد، سواء اللي ما راحوش معاه، اللي راحوا المنتخب خلاص بيلعبوا. هنا لازم يلعبهم مباريات، لو تدريب بس كان هيبقى في فاصل بين الفرقتين او بين المجموعتين، اللي جاي من المنتخب حاجه واللي جاي غير منتخب حاجه، يعني هيبقى غير. فلازم ان هو يديهم، حتى يديهم الاحساس ولا بيديهم المباريات التدريبيه. فكان عنده هنا بعد نظر. طبعاً. بعد نظر انه عمل ماتش زي ده ويديهم الشكل ويديهم الاحساس بشكل المباريات، هم حسوها هناك، هو عايز يحسها هنا. وكمان على الجزء الاخر ده بيطمن على لعيبه الفريق الاول، وجزء كان مهم جدا انه كمان يشوف لعيبه فريق الشباب في مباراه، مش مباراه رسميه لكن مباراه ما بينه وما بين الفريق الاول. ده كمان بيدي انطباع ويبدا يبص على العناصر المميزه اللي ممكن يحتاجها في الفتره اللي جايه. يبقى السكواد عنده والماشي عنده والمجموعه اللي عنده، يبقى عنده مجموعه كبيره قوي يقدر يشوفها في الفتره دي ويركز عليها. طيب. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للمباراه، انا بقول مباراه وادي النيل، يعني احنا بلد واحده، مصر والسودان، ده يعني ما فيش يعني مينا موحد القطرين، يعني هي دلوقتي القطرين متوحدين، يعني مصر والسودان. احنا بس بنلعب في حته بعيده، لدرجه ان احنا لما النهارده سافرت الفرقه ما بتشعرش بعد ساعه ونص الفرقه وصلت، يعني كانك رايح اسوان. ونفس التوقيت، افتكر نفس الجو كمان، ونفس العادات والتقاليد والشعوب، يعني ما فيش تغيير عندنا. لكن المنافسه، ما انت هنا بتتنافس لما بتلعب مع فرقه اسوان 1000 كيلو اللي هي بتطلع فيها، برضو بتبقى في منافسه. فماتش الهلال ده هيبقى فيه، المريخ هيبقى فيه منافسه. المريخ هيبقى فيه منافسه ليه؟ المريخ طبعا هو بره المنافسه الخاصه بالبطوله، صحيح، لكن المنافسه مع النادي الاهلي دي حاجه تانية من زمان. يعني الهلال والمريخ دايما زي اهلي وزمالك هنا، صحيح. ولو هنقارن بنشوفهم دلوقتي، الناس برضو تعرف ان المريخ يا كابتن هاني اما سهام، الدوري هناك لاعبين 14 مباراه، الهلال لاعب 14 بس المريخ لاعب 13، فرق 3 نقاط اقل عند المريخ. المريخ لو كسب هيبقى قده قد الهلال، يعني الاثنين قد بعض. أيوه. الفرقتين ما خسروش في الدوري، الاثنين تعادلوا 4، الفرقتين تعادلوا 4 مباريات، كسبوا 9، كسبوا 9، فقد بعض في كل حاجه.
اذا الفرقه دي انا بقى ليه بتقول لي طب ايه اللي دخل الهلال والمريخ وكده؟ لا احنا عاوزين نعبر ان الكره السودانيه اللي احنا رايحين نلعبها ما هي سهله، ان المباراه ده خارج مش خارج الصندوق، خارج بطوله افريقيا بالنسبه للهلال خاصه وبالنسبه للمريخ، خاصه في نشوه على مستوى الكره السودانيه بعد غيابهم 10 سنين على بطوله افريقيا، فوزهم على جنوب افريقيا ووصولهم امم افريقيا، ففي كده نشوه في النشوه دي بقى برضه هنحسها ازاي؟ في 6 لعيبه من المريخ في المنتخب السوداني شاركوا في الفوز على جنوب افريقيا. أيوة. إذا أنت عندك سفتري المهاجم في المنتخب ومهاجم في المريخ السوداني، إذا أنت عندك 6 لعيبة يعني أكتر من نص الفرقة موجودين مع المريخ، جايين معنوياتهم عالية وثقاتهم عالية وتصريحاتهم بتدل على ذلك. كابتن فتحي امبارح بقول لك المهاجم مهاجمهم البارز سفتري بيقول لك احنا يعني هيشوف الكرة السودانية على حق، هتظهر امام الاهلي في المباراه بتاعت يوم السبت دي. ده جانب معنوي ودوافع عندهم، اضافه ان في مدرب اجنبي جديد، المدرب الاجنبي انجليزي، المدرب الاجنبي الجديد ده جاي برضه عايز يثبت نفسه وعايز يشتغل فتره مع الفرقه، يعني مش كان عليه بعد الانتقادات الكابتن طبعا من خلال الاداء الهزيل في المشوار بطوله افريقيا، فهو كمان ما عندوش حلول كتير غير على مستوى الدوري وغير على مباراة النادي الأهلي. مباراة النادي الأهلي دايما ليها طابع خاص وليها بالزبط. شعبية خاصة، فممكن صح. جدا يكون الحوافز عند المدير الفني كمان بينقلها للاعبين غير الحالة المعنوية العالية، فكل دوت تحديات للاعيبة النادي الأهلي بصراحة يعني. وعاوزين برضو يعني ما ننساش ان اخر مباراة لهم 8 لعيبة جالهم كورونا وما لعبوش المباراة بعد ما هو حط الفرقة وتأكد خلاص، جم قالوا في 8 مش هيلعبوا معاك، ده قبل المباراه بثلاث ساعات كان هو حط الفرقه وكان مفاجاه له، عشان كده هو خسر بنسبه الاهداف الكبيره قوي دي. فدي مش عايزها تعبر او اللعيبه او الجمهور او اللي بيشاهد المباراه ما يعملش المقارنات والارقام دي في مباراه يوم السبت. مباراه يوم السبت دي مباراه انا بعتبرها فيصليه للنادي الاهلي،